السلام عليكم، معكم الفنان جاو ديوبا من منطقة عيد حبيب وساكن في أكادير. عندي عدة أعمال فنية، يعني بديت في المجال الفني سنة 2015، وعندي ألبومات ديالي في أسواق، كما عندي لي سينغ ولي فيديو كليب. من بين أكليب اللي لقاو نجاح عندي كاين جومانا وكاين زمانينو، كما عندي مش مهرجانات مشاركات اخرى في مهرجانات سواء في سوس او خارج من سوس، يعني في في في, في بزاف ديال المدن المغربيه. وانا حاليا جيت اليوم راني نهضر لكم على العمل الفني ديالي الاخر، اللي هو على شكل فيديو كليب اللي صورته في مدينه تافراوت، اللي كيحمل عنوان ديال كره اللوف. بالنسبه للفيديو الجديد، هو كيحمل العنوان ديال كره اللوف، هو كيهضر على القصه ديال الحب، يعني بحال الا قلتي واحد الشخص كيبغي شخص كي كان يعني بنت ولا دري، ولكن داك الشخص الطرف الثاني ما كيبادلش معاك نفس الشعور، يعني كتلقى هو ما مهتمش. فقلت لي كرهت اللوف، يعني مثلا شي واحد ما عطيكش قيمه، ولا شي واحد ما كيبادلش نفس الشعور، افضل انك تمشي وتنساه. وبالنسبه للفيديو، هو صورنا في تافراوت، اولا كنبغي نشكر ناس ديال تافراوت، لا من السلطه المحليه، لا من المجلس الجماعي، كذلك من وطيله مهندس على الاستضافه ديالهم لينا وعلى التعامل ديالهم لينا. وهذا العمل يعني الحمد لله سهرنا عليه بزاف وحاولنا نخدمه، خدمنا بكل طاقه عندنا. وهو دابا حاليا راه موجود في اليوتيوب جاو ديال بكره اللوف، ونتمنى ان شاء الله يعجب الناس ولقى نجاح كبير ان شاء الله. بالنسبه للناس كيفاش تفاعلوا مع الفيديو، الحمد لله لحد الان هو راه كيحصل في مشاهدات اللي زوينه. اما بالنسبه لكاينين انتقادات، كاينين بعض الناس اللي انتقدوا الفيديو هادشي قبل ما يشوفوه، بعدا بالنسبه لنا للصور ولا الكواليس اللي شافوا كيقولوا انك مشيتي لبلاصه ما حافظوها صورتي بداك الاسلوب، لا ولا انك كتحارب الاصل. بالنسبه ل انا ماشي اني كنحارب شي حاجه اصليه ولا الثقافه، يعني في العمل ديالي حاولت ندمج ما بين احواش وستيل ديالي. الا جيتي عندنا يعني نشوفوا في الكليب كيبان ليا عادي، حيتاش كاينين لي كليب اخرين اللي كنشوفوا اكثر من ذلك. ما خصناش نكون عندنا ديك الافكار ديال اننا نبقاو على نفس 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 الطريق، يعني خاصنا حتى حنا الا بغينا الاعمال ديالنا ولا بغينا الثقافه ديالنا ولا بغينا الصوت ديالنا اننا نوصلوا ولا كلامنا اننا نوصلوا، خاصنا نديروا بحالنا بحال دوك الناس. يعني ماشي اننا انا ماشي اني كنقلد، انما كنحاول حتى اني نبدع ونحاول ان يكون عندي ستيل ديالي الخاص وتكون عندي طريقه الخاصه. هادشي ماشي اني كنحارب الاصل، الاصل دائما كيبقى اصل، لكن انا كنجدد في ما هو اصل، يعني زدت واحد الحاجه امازيغيه وحاولت اني ندمجها ما بين الثقافه الشبابيه ولا الثقافه العصريه. درت احواش ودرت اغنيه مغربيه في الوسط، يعني حاولت نقدم واحد الحاجه زوينه وطريقه زوينه، ونتمنى ان شاء الله الناس انه يقبلوها. الطموح ديالي كأي واحد بادي في المجال الفني كيبغي يوصل، كيبغي الصوت ديالي يوصل للناس، كيبغي أعماله الفنية يوصلوا للناس. فالحمد لله أنا دابا 5 سنوات في الدومين الفني، وعندي أعمال اللي الحمد لله معروفة، والاسم ديالي الحمد لله غادي كيتعرف شوية بشوية، ونتمنى نوصل لما هو أكثر، ونتمنى نمثل الأغنية المغربية دوليا أو إن شاء الله، وكذلك نمثل سوس وطنيا ودوليا علاش لا، ونتمنى يكون عندنا أعمال أخرى لما هو اللي يوصلوا أكثر ويحققوا أكثر. والحمد لله يعني في الاخير راه العمل كيبان بينكم، وانتم اللي غتحكموا عليه وغتحكموا على الاعمال اللي لونسوا ناس اخرين. الصحراء المغربيه عندي هذه الفكره اني نصور في الصحراء، وحاليا انني كنفكر اني نصور حيتاش عندي اعمال اخرى اللي مازال ما صورتهمش، وكنتمنى ان شاء الله اني نصورهم فوق الميم، يعني ديجا درنا مع الناس ديال تما، ونتمناو ان شاء الله انهم يوافقوا ويعطيونا هذه الفرصه اننا نصوروا ديك البلاصه، حيتاش انا اصلا من ديك المنطقه وما عمري درت شي عمل تما، ونتمنى صراحه اني نصور شي حاجه فوق الميم. كما كنفكر ان يكون عندي شي عمل ديو على شكل ديو ما بينه وبين شي مغني صحراوي، هي فكره اللي ديجا حتى تقريبا دابا شي عام ولا اكثر، ولكن مازال ما طبقناهاش، ونتمنى نطبقوها في
في يوم من الايام ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.